العمل عنوان النجاح، والتفوق ثمرة الكفاح. وصلنا إلى حيث نريد، ولازمنا نريد المزيد. ولأننا تميزنا وقدمنا الجديد والمفيد، نلنا جائزة الملك عبد العزيز للجودة، ولنا في درب النجاح موعد وعودة. جائزة الملك عبد العزيز للجودة في دورتها الثالثة. مدارس التربية النموذجية بمدينة الرياض، صرح تعليمي متميز في ميدان التربية والتعليم في الرياض، واسم عريق في مسيرة تطوير العملية التعليمية من خلال توقيعها شراكات دولية مع أرقى الشركات العالمية المتخصصة في التعليم، واستخدام أفضل الخبرات الأجنبية الأوروبية، واستحداث بيئة تعليمية للطلاب وللكوادر العاملة بها على حد سواء. مدارس التربية النموذجية تعتبر من أقدم المدارس على مستوى المملكة. في هذا العام تستكمل عمرها 60. تتميز مدارس التربية النموذجية عن المدارس الأخرى أنها تسعى دائما إلى الأفضل. نتميز في نوعية المعلمين، نتميز في نوعية الطلاب، نتميز في المباني المدرسية المميزة، في الأندية الرياضية. لأننا نسعى إلى التميز، فقد توجت مدارس التربية النموذجية في جائزة الملك عبد العزيز للجودة، وهذه الجائزة ستساهم بإذن الله في دعم التعليم في هذه المدارس، وستساهم في تقديم تعليم نوعي مستقبلا بإذن الله. لتستحق جائزة الملك عبد العزيز للجودة، لتبقى رحلة التميز مستمرة.